Okay. No, I think it's good. Okay. إيه؟ أنا كنت بفضل من قهوة سوداء لأنه أنا حسيت في مشروع تخبيص. I love the shoes اللي اختار له إياه. جرب بس بخبرك شيء البس هذا تحت اوكي والشيرت فوق. اوكي اوكي تمام وأنا بنتظرك هني أوكي. ما بروح مكان. يلا شكرا. عن جد يعني حابة أشوف كيف رح يطلع، ما خايفة يكون شوية too gangster for him. Look أنا حابة أشوفه عم بغير حتى لو راح للإكستريم. صراحة I love the shoes, I love the jeans, and I love the sweatshirt. Oh wow. تقدر شوي بس تعدل الدقيقة بس. اوكي. لا. ولا عجبني لإلي. لا. بعتقد إنه عمران من الأحسن يختار أوبشن ثانية اليوم. شوف. احس يباله تاتش اكثر. اوكي. فانا اخترت لك لبس ثاني. اوكي. ما بتغير وايد. اوكي. بس من فوق. اوكي. فاحس هالهودي بما ان الالوان يعني فيري ايجي. اوكي. حسيت انه مش عم ببرم مصطفى على هيدا الشيء، كان بده شيء يريحه اكثر. البس الهودي بس يعني بس غير اللي فوق. اوكي. وراح نشوف كيف راح يطلع. اورايت. No. I like يعني it's a nice combo. بس خلينا نشوف إذا يعني بتوتي ولا ليه بتطلع علي حلوة ولا ليه. It all depends هو يعني في جسمه. رح تطلع أحلى. أنا الأسود ما حبيته صراحة. أوكي. الحين أحس أشوف وجهك قبل شوي حسيت ظلام و أبدا ما تبين يعني. Like had colors. لا سوري حسه عمران got inspired by your outfit. تقليد تقليد اليوم عمران. هلا the second sweatshirt tie dye I love it لأنه I love tie dye. Okay I love tie dye. لكن I like the first sweatshirt أكثر.